مشاهدي اليوم السابع، معكم شريف الديب من محافظة الدقهلية، وبالتحديد من قرية منشية البدوي التابعة لمركز طلخة، التي شهدت كارثة حقيقية بعد حدوث تسريب في مواسير غاز الخاصة بالشركة الغاز عند التوصيل، مما أدى إلى انفجار وتدمير شقتين بالكامل نتيجة هذا التسريب. ونحن الآن داخل مكان الشقة والتي حدث فيها الكارثة، ومع صاحبة الشقة والتي شهدت الواقعة. جالنا واحد الساعة 11 الظهر خبط علينا، طلعنا ردنا عليه، طلع المحابس وطلع الحاجة وقال أنا جاي. واحد منين هو؟ من شركة الغاز. شركة إيه؟ شركة الغاز. تمام. فبقول له أنت جاي توصل أم إيه؟ قال لي أه يا ماما. قلت له طيب أنا عندي بوتاجاز صالح تحت، هينفع؟ قال لي أه هينفع، بس أنا هديك صامولة تلحميها في البوتاجاز وتيجي. طلعت معاه بالتالي سلفتي اللي هي شقتها حضرتك دي، وانا روحت عملت البوتاجاز وجيت، ولما جيت قال لي شقه رقم 4 اللي هي حضرتك دي عدد بتاع لسه مش فاكر اول في المطبخ. تمام. قال لي الشقه دي فيها سده. بقول له طب السده دي من ايه حضرتك؟ قام رايح بيقول لي في سده في المواسير. بقول له يعني انا مش هوصل؟ قام قال لي شقه رقم 3 توصلت، بس شقتك ما توصلتش. هي شقه رقم 3 اللي هي انهي؟ اللي هي حضرتك دي كان هنا. اي في هنا ده حضرتك فوق. بين الشقتين، دي شقتي ودي شقة سلفتي، عروسة داخلة بقالها سنتين اتنين. تمام. بالتالي دخل المطبخ، مطبخ حضرتك اهو، دخل وصل هناك وجي عندي فتح المحبس، ما بلقاش فيه سحب في الغاز، ساب المحبس مفتوح ونزل. فلما جيت بساله بعد ما جيت، قام قايل لي شقة رقم 4 اللي هي جنب الشقة التانية رقم 3 دي فيها سدة. بقول له طب والحل ايه؟ قام قايل لي الحل اللي مركب لكم المواسير هم اللي هيجوا يشوفوا السدة منين. فكان بالتالي قاعد معاه واحد تحت زميله جاي معاه قاعد بيلعب بالتليفون على المصطبه، فبيقول له في شقه فوق اللي هي رقم 4 فيها سده. قال له خلاص ما توصلش للبيت ده، واطلع حل اللي انت ركبته وانزل. بالظبط طلع حل ونزل، وبقول له انت قفلت المحبس؟ اما قال لي اه يا ماما ما تخافش كل حاجه زي ما هي. الكلام ده كلاته واحنا ما نعرفش حاجه، احنا طبعا بلد ارياف وقاعده مع حماتي في العيله، وكنا في اليوم ده ما طلعناش فوق خالص. تمام. معرفش انا اول، دي حاجه مستجده عليا، انا اول مره طبعا هشتغل بالغاز الطبيعي. فبقول له يعني انت متاكد كل حاجه تمام؟ قال لي ماما ما تخافيش، هو انا صغير بنفس اللفظ كده، واقف على البواب وقام واخد زميله وماشي رايح عند جارتنا وصل لها. وبالتالي كان عندها تسريب وجرت ورا اكتر من 5-6 مرات، وفي الاخر شخط فيها قال لها انا مش جاي. نافد واحد من شركه الغاز اللي هو بيرهن المواسير ده، قالت له رن على واحد من الشركة جالها، هي بلت قميص وحطته على الشكوش بتاعها عشان تقفل الغاز، والجيران اللي شافوه، الجيران اللي شافوه. ولما جه قال لها ايه القرف اللي انت حطاه على الشكوش ده؟ كل ده واحنا تحت. وفي اليوم ده انا طول النهار مولعة الكانون، ما شغلتش اي بوتاجاز تحت ولا فوق، ولا طلعت فوق، انا ما بطلعش فوق الا على النار. تمام. فاحنا قاعدين، واحنا الصيدلية بنت سلف الصغيرة كانت تعبانة، رحنا الصيدلية وانا جاية جبت الخمسة جنيه لب، وقلت لحماتي خد اللب، وقيت انتوا مش طالعين الا ما نخلص اللب. واحنا قاعدين سكنت الكهرباء نزلت علينا، وبعدها بدقيقتين بالظبط لقينا الانفجار شغال واحنا قاعدين. انا بقيت اجري بره واقول زلزال، فلسه بقى هنط في الشارع لقيت السور جايب بعضه وجاي في الشارع، يعني لولا ستر ربنا ان انا ما خدتش عيلي في ايده ونطيت في الشارع. فلانا بجري يمه اخر الشارع كده، لقيت النار 4 متر فوق، والبيت عمال يقع، والناس كل ما تقرب على البيت يرجعوا تاني بظهرهم خايفين يقربوا على البيت عشان السور بيقع زي ما انت حضرتك شايف كده. دي حضرتك اوضه الانتريه بتاعتي. دي ايه؟ دي اوضه الانتريه بتاعتي. دي اوضه الانتريه. ايوه دي الاوضه بتاعتي. تمام. الاوضه دي السور طبعا لما انا طلعت بره لقيت السور ده بيقع. تمام. واللي فوق منها بتاع السطح وقع، وبالتالي برضو نفس السور ده وقع برضو. لقيت السور ده وقع. تمام. الجيران برضه متضررين على فكره، اللي قصادك اهو شوف حضرتك البيت فلق من بعضه. تمام. بسبب الانفجار. تمام. وتفضل معايا شوف، بص حضرتك ادب يعني ده اثار الانفجار اهو، يعني لو حد يهزه كده هيقوم واقع. وبالتالي برضه وراك اهو، بص حضرتك وده، دول حضرتك الجيران. السور ده لما وقع، السور الصالة دي لما وقع على الجيران،
هديلهم السور ده واقعلهم المطبخ. تمام. بالتالي هم وضبوا ان هم يجهزوا الحاجة والسور ده كان واقع. السور الفوقاني ده كان واقع. واتبنى جديد؟ اتبنى جديد. بقاله قد ايه؟ بقاله بالظبط 10 ايام. تمام. والمية شوف بص حضرتك ادي ماسورة المية بتاعته. بسبب الانفجار. والمجاري برضو مكسورة. تمام. عندي التلاجة فرقعت. اه. التلاجة. تسجيل اتكسر. اتفضل حضرتك. ده النيش بتاع. النيش بتاع. اللي هما بيقولوا الشقة مفيش فيها الا سر بس واحد بايظ. مين اللي بيقول لك ان السر شركة الغاز بيقول مفيش حد متضرر عندكم الا سرير واحد واحنا هنجيبه لكم. لا يعني شافت كل الدمار ده وبتقول لك هما بيتكلموا بناء على الفيديو اللي متصور من بره. اه ما دخلوش جوه. تمام. مع ان لما جه البحث الجنائي يخش هنا كانوا خايفين وهما داخلين. تمام. خافوا حضرتك لان السور ده لما وقع وكان في نار ان شال الاثنين طبقوا ببعض وولعوا في الدنيا. وحضرتك برضه يا استاذ شريف ده مش سلفتي برضه. تمام. كان في هنا سور كده عازل بيني وبينها. اه شقتين. تعال اتفضل حضرتك. اه ده ايه احنا تعال حضرتك ما تخافش اتفضل. دي اوضه الاطفال بتاعت انا وعيالي. دي اوضه الاطفال بتاعتي وعيالي. بص حضرتك ادي الصور وده الصور التاني. شوف الفرشه اللي كنا بننام عليها حضرتك بطاطين وكل حاجه ولعه. الملايات ولعه. بص حضرتك كل حاجه ولعه. هدوم عيالي اهي هدوم كلها ولعه. كل الهدوم ولع. شنطة المدرسة بتاعت ابني تانية ابتدائي ولع. الدولاب زي ما انت شايف حضرتك ولع والهدوم وقع منه. وفوق الدولاب برضو الحاجة بتاعتي ولع. بص حضرتك ادى الدولاب وادى الحاجة اللي فوق وادى الفرش وهدوم عيالي اللي بقوله ما عندكش حاجة بايظة. اللي انا وعيالي بنشحط هدوم الناس عشان نلبسها وبقوله ما عندكش حاجة ولع. كل ده حضرتك مش ولع. كل ده مفيش اي ضرر. مجرد شوية هوا هيجوا هيوقعوا الشقة تاني وهيضربوا الناس تاني. شوف حضرتك النش. شوف كل حاجة قدامك على الطبيعة. هو الجزء التاني ده الجزء التاني ده ايه اللي هنا؟ ده المطبخ. اه مش تمام. المطبخ ده المطبخ وجنب مني اوضه النوم. دي اوضه نوم تانية؟ ايوه دي اوضه كبيره بتاعتنا. اه دي يعني ده المطبخ وده اوضه النوم التانية. أيوة. وبرده الجدار بتاعها واقع. وكان المحبس هنا المحبس من الانفجار طار. تمام. هو سابه مفتوح. وكل حضرتك العيب من الانبوبه. انبوبتي اهي ملاني سليمه على البوتاجاز والخرطوم فيها انبوب. والله العظيم والله العظيم ما اتفكت وحياه عيالي ما اتفكت من على البوتاجاز اهي حضرتك. وده المنظر اللي انت شايفه. السجاد ولع وطار اهو. كل حاجه ولع. كل حاجه باظت. بص حضرتك الحمام اللي بقول لك مفيش حاجه. بص حضرتك الحمام عامل ازاي يا استاذ. كل حاجه باظت. السخان بتاعي فرقع والحمام صور واقع. يعني لو حد لزقه كده هيقوم واقع في الشارع. في الغساله ولع اهي. غساله ولع مكسور. دي حضرتك الأوضة الكبيرة. دي أوضة النوم. زي ما أنت حضرتك شايف كده. كل حاجة عليها ولا عبر. هدوم اللي كنت بلبسها. هدومكم ودينا أهو. واللحاف بتاعي. أهو والا. هدومه في قلب الدولاب وهدوم جوزي والعين والدولاب والا. وبقول لك مفيش حاجة ولا. البطاطين فوق ولا. بطاطين حضرتك ولا.
حاسبي بس عشان ما تقعيش. السرير اللي بقول لك ما فيش الا سرير بس اللي مكسور. ده الاوضه حضرتك قدامك اهي وكل حاجه، وكل حاجه في الشارع، المراتب في الشارع، والطب وهدومي وهدوم عيلي كلها في الشارع، وقيست ولع وسجاد، كل حاجه ولع هنا وما فيش حاجه سليمه. وده برضو تضرر من الانفجار، السور ده كان واقع، والسور اللي فوق ده كلته كان واقع، والمجاري مكسوره. قاعدين في الشارع بقالنا 30 يوم دلوقتي، ولا اكتر من 30 يوم قاعدين في الشارع. 16 واحد وبعد بكره 16 2. طيب بقالنا شهر الشتاء ده كلته نزل على دماغنا واحنا قاعدين في الشارع. الهدوم بنشحتها من الناس عشان نلبسها. انت واسرتك؟ انا وعياله وحماته وحمايه وسلفته وسلفي. كم فرد انتوا؟ احنا 10 افراد. 10 افراد من بعد الحادثه دي وانتوا بتبيتوا في الشارع؟ من ساعه الحادثه واحنا في الشارع. حتى قالوا لنا هنشوف لكم سكن وتقعدوا فيه، ما عبروناش، ولا حد جانا ولا حد عبرنا ولا اي حاجه. قال لك احنا متكفلين ان احنا ندفع لكم الايجار ونجيب لكم سكن، ما جابوش، ولحد هذه الساعه ما جابوش. قالوا هنصلح البيت وهنعمل فيه، ما عملوش. وزي ما انت شايف حضرتك كل حاجه على اهي، كل حاجه على الطبيعه، بطاطين والحفه وكل حاجه ولا على البلاد، ما عادش عندي حاجه سليمه. يعني انتوا كلكم من يوم الحادثه لحد النهارده وانتوا في الشارع؟ كلنا في الشارع. ما فيش حد ما فيش. هنروح فين؟ هنروح فين؟ ما فيش. وبعد ما قالوا هنشوف لكم سكن تقعدوا فيه لحد ما نعمل لكم شققكم ونجيب لكم حاجتكم، الاول والاخر يقول لك ان انتوا طايلين اعملوه. اذا كنتوا انتوا عندكم 10 محاميين، احنا عندنا 70 محامي، واحنا عشان ناس غلابه على قد حالنا مش طايلين يعملوا فينا كده. فزي ما عملوا في غيرنا، زي ما عملوا فينا يعملوا في غيرنا. وزي ما بيتنا اتفجر بالغاز برضه بسبب الاهمال، غيرنا هيتضرر كده برضه. تمام. برضه غيرنا هيتضرر. طب احنا الحمد لله لولا ستر ربنا في اليوم ده ان احنا ما طلعناش بدري وفضلنا قاعدين تحت. ولولا ستر ربنا بنت سيلفي كانت تعبانه، رحنا الصيدليه نكشف عليها، ودوبها جت 5 دقايق يعني. لسه هقول لها يا يما انا طالعه عشان ننام، قالت اقعدوا معايا 2 دقايق تنام. بعد 2 دقايق دول لقينا الانفجار شغال والدربجه شغاله وكل حاجه شغاله.